تخيلوا أن مجلس النواب الذي سكت عن اختفاء زميلتهم سهام سرقيوة، سهام سرقيوة ليست متهمة بجريمة فيها مئات القتلى زي بعجيل المرينة، وليست خبيرة متفجرات، وليست رئيسة وحدة المتفجرات بجهاز الأمن الخارجي أيام القدافي. سهام سرقيوة رغم أن نحن معارضين لها ومخالفين لها، لكن الحق يقال، وخاصة لما يتعلق بمرأة. زميلتهم طلعت في برنامج انتقدت القيادة العامة، ما يسمى القيادة العامة، إلى الآن لا يعرف. سمعنا أنها قتلت، حتى قبر ما نعرفوش. تخيلوا أهلها هم اللي قالوا قتلت، لكن تخيلوا حتى قبر لها ما نعرفوش. ومجلس النواب زميلتهم راي كانت معاهم تأكل وتشرب، قاعدة معاهم ومنتخبة وعندها حصانة، بغ فوق لها. كيف؟ ما هيش مواطنة ليبية، مرأة، مش بوعجيلة المريمي، سهام، اسمها سهام مش بوعجيلة، نائبة، ما هيش خبيرة متفجرات. ليش قلت لكم رأي الرجلة ما يبيعوش فيها في السوق؟ الرجلة رأي ما يبيعوش فيها معلبة. الرجل راي ما يصبوش فيها كسيك يغروا فيه غرار. اللي ما هوش بنادم ما هوش بنادم، واللي ما هوش راجل ما هوش راجل، واللي ما هوش فارس ما هوش فارس. تغير زايد يا إخواني، تو احنا ايش نحكم؟ تخيلوا قال لك مجلس النواب، بعدين مجلس النواب وين لما نزيه رجع من وسط طرابلس؟ ومجلس النواب وين بوختالة؟ أنا لا أحكي الآن عن مدان مش مدان كذا. بوختالة قالوا متهم بقتل السفير الأمريكي، تحمل مسؤوليته، لكن حتى هو تم خطفه من داخل بنغازي تقريبا. نزيه القعي هو مروح من صلاة الصبح خطفوه، مع أن ملف القضية نتاعها مسكر ومنتهي وعايش في طرابلس وعائلته وصغاره وأموره هانية، ولم يثبت عليه أي نشاط إرهابي أو شيء، قاعد في طرابلس جيرانه يعرفوه. وين؟ بالمناسبة بعد كم يوم نزيه القعي يروحوا به في صندوق، قتل أثناء التحقيقات، قتل نزيه القعي. سمعتوش بيان من مجلس النواب؟ سمعتوش بيان من مجلس؟ ليه؟ شو نخطر الآن؟ نقول لكم أنا شو نخطر، لأن أبو عجيلة خايفين أن يهر الشكارة، وعلى ما سمعتني أن ناوي يهر الشكارة من رئيسه ومن اشتغل معاه ومن يعلم ومن ما يعلمش بالكامل. حيهر الشكارة، ولذا هم راكب فيها مشتركية. طبعا زي ما تفضل سماحة المفتي، قصة ان الامريكان يديروا ما يبوا في ليبيا، لا والله، لا والله، احنا ضدها بكل قوة. قصة ان بدون اجراءات قضائية، نشهد بالله، احنا بدون مجاملة ضدها وبدون قوة. لكن لما تبدأ خيار وفقوص لا يفتح ربي. شوفوا لنا احد اعضاء مجلس النواب، ما نقول لكم أنا علشان تعرفوا البوصلة وين، لما تبدأ البوصلة منحرفة تكون واضحة. شوفوا إبراهيم الدرسي طالع في فيديو من سيارته، قبل ديما في ال، أنا نطلع أكثر من مرة في سيارتي، نطلع من حوشي ديما نطلع لايف، لكن إبراهيم الدرسي لخطورة الموقف والانشغال بالموضوع
بو عجيلة يهمه جدا، لكن سهام سرقيوة لا، زميلته اللي كان هو وياها وياكل ويشرب وكذا ما قدرش يقول عليها حتى ربع كلمة. شوفوا ريم القارة الصقر كيف طالع يتكلم اليوم. يومكم سعيد. الحقيقة أن ما حصل اليوم يندى له الجبين، وعلامة سوداء فارقة في تاريخ السياسة الداخلية والخارجية الليبية. هذا اليوم يوم يعني يوم الخزي والعار.